ناشدت جمعيات مدنية وحقوقية خلال لقاء نظم مساء أمس بسلا المنتظم الدولي للتحرك من أجل وضع حد لمعاناة الأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف والمحرومين من أبسط الحقوق التي تكفلها لهم المواثيق الدولية. فيما يخص هذا اليوم الدراسي الخاص بالتعريف بالأطفال في منطقة تندوف وجعل العالم أمام مسؤولياته فيما يخص حقوق الطفل المهضومة في هذه المنطقة، لا سيما وأن هناك تشابها واضحا بين ما يمارس على الأطفال في هذه المنطقة وما كان يمارس في فترة الأنظمة الفاشية، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى منظومة مفادها أن هناك خرقا سافرا لجميع حقوق الطفل المتداولة والمتعارف عليها في العالم. اللقاء المنظم حول موضوع متى سيصل ملف جرائم البوليزاريو في حق الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية شكل فرصة للمشاركين لتوجيه نداء للمنظمات الدولية لتقوم بدورها في البحث وتقصي الحقائق في مخيمات العار التي يعاني أطفالها غياب وانعدام أبسط حقوقهم في التعليم والمعرفة والتحرك بحرية. البرنامج اللي غادي يكون اليوم فهو في حقوق الطفل وما تفعله الجزائر وما يفعله جبهة البوليساريو في الأطفال الصحراويين، وهما عدد من الأطفال اللي دوهم الكوبا والاتحاد السوفيتي في الثمانينات وجندوهم وكانوا ضحايا هاد الأطفال ديال الحرب ديال قلت الزمور في 83-84. كان واحد العدد كتير اللي كانوا ضحايا ديال الحرب اللي كانت وقعت ديال قلت الزمور. وبالموازاة مع هذا اللقاء تم عرض شريط وثائقي حول عملية ترحيل أطفال صحراويين من مخيمات تندوف بمساعدة الجزائر إلى كوبا تحت غطاء التمدرس ليتم تجنيدهم وتلقينهم كيفية صنع قنابل يدوية في خرق تام لحقوق الإنسان. كما قدمت شهادات حية حول الجرائم التي ترتكب في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري.